مش عارف، يمكن لو بدي احكي كل العبارات المره في الدنيا والوجع كله والالم، مش راح احكي لك على حاجه جواتي موجوده. لا بدو اللحمة، لحمة مين؟ احنا اللحمة بنعرفها؟ لا اله الا الله. نفسي أعيش زي الخليج، نفسي أطلع، نفسي أنزل، نفسي في عدة، نفسي أطول، نفسي أصير زي الشباب. مرحبا. البيوت بمدينة خان يونس أو بمخيم خان يونس بتتشابه بكتير من تفاصيلها، وكمان وجوه أبنائها كتير بتتشابه بتفاصيلها، لكن الاختلاف الوحيد بيبقى شو مخبى جوا هالحيطان، وجع، ألم أو فقر. اليوم عائلة إياد أبو رشيد هي القصة والحكاية اللي رح نتعرف عليها من خلال لو بشق تمرة مليئة بالوجع والألم والفقر والمرض. في نوع من الوجع بنقدر نخفيه، بس في نوع تاني من الوجع ملامحنا بتحكي. اليوم هند أم فلسطينية عبرت عن وجعها بدموع وبعيون مليانة ألم وبقلب بينطق على أولادها وحياتها ومستقبلها. احنا 12 فرد الاسره، 5 بنات و5 اولاد. الحمد لله وعلى كل حال، يعني بيت، اولاد، متطلبات حياه، بنات صبايا، ولد مريض، زوج مريض، ابن صغير مريض. يعني هذول كلياتهم محتاجين اهتمام ورعايه واكل وشرب ومحتاجين حياه. لا راتب شهري، بس يعني الشؤون الاجتماعية كل 3 شهور. الحمد لله على كل حال برضه. والله يعني الحياة بصراحة صعبة جدا. يعني شو أقول لك؟ أقول لك بنقضي اليوم بالمرارة، الله يعلم. والله أحيانا قسم بالليل واحد بعيط قبل ما يعني أحط راسي على المخدة، بعيط على أولادي، حالهم، على وضعهم، يعني إيش بدي يصير فينا؟ لمتى بنضلنا مستأجرين؟ لمتى طب إيش مستقبلهم هدول؟ طب البنات بتزوجوا، طب الأولاد، طب المرضى، طب زوجي، إيش مستقبلنا إحنا؟ يعني لا عنا بيت يقوينا، ويعني نقول إنه يعني هذا بيت ملكنا ولا إشي. يعني أبسط حق في حقوقنا يعني حلم ضايع، ميت، مجهول. بدك بتحكي عن حاجة مش موجودة. حتى لما نيجي نحلم بيجي الولد، إيش بدي أكل يا ماما؟ والله بسكت، بعيط، ايش بدي اقول له؟ ايش بدك تاكل؟ هذا اللي بقول له خبزه، اعمل كاسه شاي. هاي الحياه. يعني وين لما تجيك طبخه من ابن حلال ولا من هذا، تمشي حالك عليها ايش يوم في الاسبوع؟ يعني هل هو يوم بالاسبوع بدي يكفي اطفال 10 يعني طبخه يعني بالاسبوع كله مثلا؟ ابو اسامه كان الوجع عنده اكبر بكثير من حجم قلبه، لهيك وصل لمرحلة إنه الوجع عنده صعب يحتمل والقلب عضلته ضعفت، لهيك كان أب بلا مهام أبوية. وهي المهمة الصعبة اللي عاشها بمرحلة من مراحل حياته كانت هي الأصعب والأكثر وجعاً في مرحلته كأب وكرب أسرة. الظروف الصعبة اللي احنا عايشين فيها في قطاع غزة، وأنا كأب مش قادر ألبي طلبات أولادي،
يعني هذا بده شيكل، هذا بده نص شيكل، هذا بده اواعي، هذا بده لبس، هذا بده اكل، هذا بده شرب. فالحياه صعبه، صعبه طبعا جدا 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 عنا هان في غزه. وانا اب يعني مش قادر البينهم الطلبات هذه كلهيتها. فانا ايش بدي اسوي؟ يعني شغل ما فيش، حركه ما فيش، انا يعني عندي مريض القلب، يعني عندي عضله القلب 36، يعني بدي اشتغل لي يوم يومين في الاسبوع، ايش بدي اجيب فيهم؟ 100 شيكل، 50 شيكل، 90 شيكل؟ بقدرش البي طلبات اولادي هذول كلهم فيها. فهذا صعب صعب صعب، اللي بقول لك الحياه صعبه صعبه جدا. فمش قادر. انك انت تنام تحط راسك على المخد ومش عارفه ايش بدك، حتى بكره تايهه، مش عارفه ايش بكره بده يصير وايش بكره بدك تعملي. وبعدين بيت، انا بدي بيت، تعبت تعبت والله تعبت. احنا بدنا بيت نستقر يا شيخ، ناكل خبز وملحه وبيتنا احسن، ما واحد يطالبنا. كل يوم التاني صاحب الدار بتوقع الباب، تعرفي بده مبلغ وقدره، تعرفي قديش بده؟ تقريبا 5800 شيكل، يعني مستحملنا بالعافيه. لما بدق باب البيت علي بخاف لأسباب كثيرة، برد دينة، صاحب البيت بده، السوبر ماركت بده، تبع الخضرة بده، يعني صاحب البيت يمكن بده حوالي 5800 شيكل، السوبر ماركت بده تقريبا 700 شيكل، تبع المجمدات بده حوالي 1000 شيكل وبالزود. فالأمور صعبة 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 جدا للغاية. إيش بدي أوصف لك لما أوصف لك صعب؟ بنت بتطلع من الدار مرحة بعينها، طفل صغير هذا أحمد يعني صف أول وثاني الأصول، يعني كل يوم ياخذ مصروف. إيش بقول له؟ لما الله يبعث، لما الله يبعث، لما الله يبعث. أنا خبزت صاج، عملت مفتول وبعت، نظفت بيوت، يعني أقول لك بصراحة عملت المستحيل عشان خاطر أطعم أولادي، ما مديش إيدي لحدا. يعني إن أنا طلبت الصحة بطلبها عشان خاطرهم، وإن أنا طلبت السعادة عشان خاطرهم، وإن أنا طلبت المصاري عشان خاطرهم. أنا بدي أسعدهم، بدي أطلعهم من اللي هم فيه. يعني حرام أطفال زيك، لهم عارفين يلبسوا، لهم عارفين يأكلوا، عارفين يطلع أبسط حق، يعني خدهم على البحر، جيب لهم أي حاجة. بقدرش. بقول لك روحي على البحر، يعني أي البحر خطوتين، لكن البحر مش بده أجار، مش بدك يعني بشوف حاجة الطفل مش بده. خصوصا أحمد يعني معاه القلب الثاني، عملنا له ثاني بالون في القلب، مش من حقه، هذا ممنوع لا يزعل ولا ممنوع جوع وممنوع، لكن هذا كلياته أحمد كل يوم بشوفه وعايشه. يعني حتى أحمد مش مرحوم من مرارة الحياة وزلها. ما بعرف يعني إيش أقول لك. يعني كان يشتغل أول شيء بسيارة على خط الروضة، بعدين على سيارة مية. يعني كان ما كانش يعني بصراحة كان يشتغل فترة ويقعد فترة ويقعد، بعدين يشتغل بالدهانة. طبعا مريض، عنده عضلة القلب ضعيفة، الأصول إنه يعني هو يرتاح، ولكن ضغط الحياة بخليه بيشتغل يوم يومين بقعد. يعني أحيانا بيشتغل 70 شيكل 60 شيكل، والله بنحطه عليه علاج، والله يعني في له علاج لازم ياخده، برضه مش متوفر، مش قادر نشتري من الصيدلية. بإيش ما يخطر على بالك اشتغلت؟ سواق سيارة اشتغلت، على شحن مية اشتغلت، دهين اشتغلت، شغلت الأصلية، فكل الشغل اشتغلت، في الخضرة اشتغلت، كثير شغل اشتغلت. فالشغل يعني حاليا في غزة صعب. اليوم تروح مثلا تشتغل معك أقول لك والله أنا بعطيك 40 شيكل يومية، تشتغل من الساعة 6 لساعة 5 المغرب على 40 شيكل. طب هل 40 شيكل بدنا نلبن طلبات أولادي ولا طلباتي أنا ولا علاجاتي ولا علاجات أولادي
الصغار ولا اكل ولا شرب ولا والصحه كمان عندي يعني ما بتستحمل ان اشتغل يوم 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 صعب صعب جدا لانه انا عندي عضله القلب 36 عارف يعني شو 36 صعب صعب جدا. كمية الوجع اللي بيعيشها الإنسان أحياناً بتكون أكبر بكتير من إنه يحتملها، لهيك بتنهار قدامها كل الأحلام والأمنيات والآمال اللي بيعيشها حتى لو كان شاب في مقتبل عمره. ممكن يتوقف عن الحلم ويتوقف عن الحياة من أجل نظرة مجتمع بسيطة بتقهر بتوضع نقطة سودة في سجل حياته. هذا هو اللي بيعيشه أسامة. ايش بدي اقول؟ وأسامة لحاله، وهذا أسامة عمره الحين 24 عام. أسامة صار عنده مشكلة من الولادة، فاهمة كيف؟ اللي هو شرقة وما شرقة، والحمد لله وضلينا فيه يعني يوم بالدار يوم بالمشفى، يوم بالدار يوم بالمشفى. بعدين قال الدكتور عنده نقص في النمو في الهرمونات، صار يعطوه قط هرمون. يعني أسامة هذا لحاله كل يوم قلبي بتمزع عليه، مزع بتمزع عليه. وبعدين صار يشتغل، ضغطنا عليه، يا من بدك تضلك قاعد، طب ابوك قاعد وانت قاعد بنفعش، يعني 10 شكل، اقول لك صحن فول المغرب اخواتك ياكلوه، فلقه صابونه، شيء يعني انت فاهمه، اشياء بسيطه، يعني رضينا بالبسيط، عارف ايش البسيط رضينا فيه؟ عشان خاطر نمشي الحياه، والله والله، وفوق هذا كله راح اشتغل ب 10 شكل عبسطه وب 5 شكل ورضي بالذل، ويروح الساعه احيانا على 10 بالليل، 10 شكل. بحس حلو بعمل شيء للدار، مهما سووا مهما أعمل على الفاضي، مش زلمة كبير مثلا 24 سنة ولا طويل ولا شاب، نروح يشتغل شغلين كويسة في بطون في حاجة، المهم دخل على الدار على الشغل بالمرة، مش الشغل حتى بعشرة شيكل بس نلاقي شغل بعشرة شيكل ولا بخمسة شيكل بس نلاقي مش الشغل النهائي، الوضع بالمرة عن الناس كلها الوضع صعب جدا، الواحد ما بقدرش يتحمل. نفسنا نطلع ونفسنا ننبس ونفسنا أبسط أبويا ولا أم ولا حاجة. منا حاجات كثيرة خالص، إنه ربنا يسعد أولادي ووفقهم في حياتهم، هذه أمنية حياتي، وإن أقدر أعالج ابن أسامة هذه أمنية حياتي. أمنيتي أول شغلة أول إشي نفسي في بيت، ربنا هيك من عنده أعطيني بيت ملك، وابني أسامة يتعالج ويعني وافرح فيه، والله يعني هذه امنيتي. وبعدين اولادي هيك بدي يعيشوا حياه كويسه زي يعني بقيه الناس، ياكلوا ويشربوا ويلبسوا ويطلعوا وينبسطوا، يعني احقق لهم كل شيء، هي هذا كل شيء يعني انا نفسي فيه. العمر بيمشي يوم ورا يوم وسنه ورا سنه، والاحلام مكانك سر، ويمكن ان ما تقدمت هي بتتراجع فعلياً. هاي اللي صار مع عائلة أبو رشيد اللي اليوم جينا وسمعنا قصتهم عن قرب. حياة متوقفة، فيش علاج، فيش أي مساعدة ولا أي تطور. لهيك قررنا اليوم في برنامج لو بشق تمرة إنه إحنا نقدم مساعدة بسيطة جداً من خلال الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، من خلال حلقتنا للبرنامج لليوم نقدم فيها $500 من خلال هذه الحلقة كمساهمة بسيطة جداً، ممكن تنقذ حياة أو ممكن تساعد في رسم ابتسامة بسيطة على وجوه أفراد العائلة. بنقولكم كل عام وأنتم بألف خير. أستاذ إياد مصطفى درويش أبو رشيد، يعني بنتمنى هالمساهمة البسيطة هاي تسعدكم، ترسم ابتسامة على وجوه الصبايا والأولاد. حبيبتي الله يسعدك، والله إلكم يعني جزيل الشكر إنكم حسيتوا فينا، ويعني أقول لك مش عارفة شو بحكي، يعني كل كلمات الشكر قليلة. بارك الله فيك وربنا يجزيكم خير إن شاء الله، وربنا يسعدكم إن شاء الله، وزي ما سعدتونا وفرحتوا قلبنا إن شاء الله ربنا يفرح قلوبكم. والله أنا كتير كتير ممنون لك حبيبتي، يسعدك يسعدك حبيبتي، إحنا سعيدين جداً، كل كلمات الشكر قليلة عليك. شكراً لك، وهذا
هذا اكيد واجبنا وهذا جزء بسيط كثير من واجبنا احنا اليوم، وبنتمنى انه هالمساهمه البسيطه ما توقف لحد هالمساعده البسيطه، وانه فعلا اهل الخير وكل الناس اللي فيها خير لليوم في هالشهر الكريم زيكم ومثالكم والله ان شاء الله باذن الله تعالى واحنا سعيدين انه احنا قدرنا فعلا نرسم هالابتسامه على وجوهكم. بنرجع بنقول لكم كل عام وانتم بالف خير. بالف خير الله يسعدك حبيبي. شكرا على استضافتك لنا عم اياد، وربنا يبارك لك في اولادك وفي بناتك يا رب. كل عام وانت بالف خير. مشاهدينا الكرام، يمكن شفنا هالابتسامة الجميلة اللي ختمناها بمشوار حلقتنا لليوم لو بشقة تمرة. هالابتسامة جميلة كتير نرسمها على وجوه كتير من الأشخاص المحيطين فينا، جيران، أصحاب، أحباب. بنرجع بنقولكم شهر الخير، بقولكم كل عام وأنتم بخير.